خلونا نستقبل عبر الهاتف دكتور احمد مصطفى، رئيس الشركه القابضه للغزل والنسيج. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه لمى، مساء الخير. اهلا بيك دكتور. يمكن اهتمام واضح من الدوله وطبعا من وزاره قطاع الاعمال منذ سنوات الحقيقه بقطاع الغزل والنسيج، وكنا بنتكلم عن ضم شركات وضم اكبر ودخول تكنولوجيا وتطوير لقطاع الغزل والنسيج. احنا فين دلوقتي يا فندم؟ احنا طبعا يعني بدانا فعلا في تنفيذ الخطه من حوالي 6 شهور. الاستراتيجيه اللي عرضت على فخامه الرئيس النهارده دي استراتيجيه بتبدا من تجاره ومنظومه تجاره القطن، بدءا من استلام القطن من الفلاح الى ان تصل الى الملابس الجاهزه وتوفير الماده الخام اللازمه لهذه الصناعه. العمليه دي منقسمه بين وزارات 3 اللي هي التجاره والصناعه، اللي هي منظومه التجاره وبعد كده يبدا الصناعه، والزراعه تسبقنا بكثير، فاحنا بنحافظ على المنظومه كلها عشان نستعيد مجد القطن المصري تاني. احنا ربنا يعني انعم علينا بنعمه ان القطن المصري يعتبر افخم انواع القطن على مستوى العالم، لكن احنا هدفنا في الاستراتيجيه ان احنا نستفيد استفاده قصوى ومن الميزه النسبيه اللي عندنا من القطن المصري. بتتلخص الاستراتيجيه بسرعه في الاهتمام بالقطن وانه يبقى خالي من الشوائب، والفلاح ياخد العائد المناسب له عشان يقبل على الزراعه ويبقى فيه ماده خام لازمه للصناعه، عشان احنا بنطور مصانعنا هنحتاج كميات كبيره من القطن المصري في الفتره القادمه. نمره 2 تصوير المحالج. المحالج دي اول مرحله من مراحل الصناعه، من القطن اللي بيجي من الفلاح بنحوله الى قطن شعر صالح للغزل والنسيج. المرحله دي مهمه جدا، كان في السابق احنا عندنا ماكينات ترجع تاريخها الى 1878، احنا دلوقتي بنجيب منظومه جديده وتركبت فعلا في اول محلج عملناه محلج الفيوم، وباذن الله بنعمم التجربه ان شاء الله على مستوى المحافظات كلها. المرحله اللي بعد كده هي الغزل والنسيج والصباغه والتجهيز. تم التعاقد على ماكينات من اكبر موردين في العالم، من سويسرا والمانيا وايطاليا. بدانا فعلا ودفعنا مقدمات الثمن، والماكينات هتصل في خلال شهور. نعم يا دكتور. بالاضافه الى البنيه التحتيه شغالين فيها حاليا، لان طبعا لازم المكن الجديد بيبقى له تجهيزات اخرى مختلفه عن التجهيزات المكن القديم اللي عندنا. هل عند حضراتكم تصور يا دكتور لو تسمح لي امتى نرجع مره ثانيه ان احنا كنا متصدرين في هذه الصناعه، وهي صناعه الحقيقه بها الكثير من الايدي العامله في مصر، وحسب المعلومات انه الغزل والنسيج هو القطاع الاكبر في وزاره قطاع الاعمال، امتى ممكن نرجع او بدايه هذه الخطوات مره اخرى؟ هل عند حضراتكم تصور؟ طبعا يا فندم، دي محدده بالتواريخ محدده واحنا ماشيين بيها وفقا للخطه. في نهايه ان شاء الله 2021 وبدايه 2022 هيكون اول انتاج، وحطينا رجلينا فعلا في الاسواق العالميه. احنا شغالين من دلوقتي بنعمل تسويق من دلوقتي لتشكيله المنتجات اللي هنشتغل فيها، وبنجهز نفسينا عشان لما يطلع الانتاج يكون له سوق ومتفقين عليه يعني اوردرات مسبقه. الخطه كلها كامله وماشيه وفقا لمعدلات يعني معتمده، و الرئيس بصفه شخصيه زي ما انت شايف. خليني اسال حضرتك نقطه اخيره، يعني احنا كنا عارفين انه الشركه القابضه ضمت من 32 شركه ل 10 شركات فقط، ومن 9 كيانات ل 4 كيانات، دي مرحله اولى بوقع شركه واحده للقطن و9 للغزل والنسيج. لو تفهمنا يا فندم دلوقتي الضم حصل فيه ايه بهذه الشركات؟ حضرتك بص، احنا عندنا 31 شركه، معظمها في 22 شركه للغزل بتعمل في نفس النشاط ونفس المنتجات وبتنافس بعضها، وكيانات اصبحت ضعيفه. في 9 شركات تجاره وتصدير وحليج اقطان. من المقرر وفقا للخطه ان ال 22 يبقوا 9 شركات، والتسع شركات القطن والتجاره هتبقى شركه واحده. ده ان شاء الله في بدايه من 1/7/2020 حاليا، يعني كمان كام شهر هيطلع الشكل الجديد والكيانات الجديده اللي هي 10 شركات قويه وكيانات قادره على الاستمرار. وطبعا لا مساس بالعماله نهائي، لكن احنا بنعمل كيانات قويه عشان تقدر يبقى لها منتجات محدده. كل شركه هيبقى لها منتجات محدده، لا يعني ما تنافسش زميلتها، وفي نفس الوقت هيبقى في مراكز مخصصه للتصدير. طب دكتور خليني اسال حضرتك، عدد المحالك تقريبا هتبقى قد ايه؟ لان برضو كان في معلومات متداوله عن ضم اعداد كثيره من المحالك في مصر. تمام، هم 25 محلك حاليا. من المقرر ان شاء الله هيبقوا 11 محلك فقط،
هتشمل جميع محافظات الجمهوريه بطاقه ثلاث اضعاف الطاقه الحاليه لل 25. احنا فعلا بالفعل انتهينا من واحد اللي هو الفيوم، فاضل لنا 10 ان شاء الله، في اثنين منهم باذن الله هيشتغلوا في سبتمبر 2020 ده لاستقبال الموسم القطني الجديد باذن الله. طب نقطه اخيره يا دكتور، الحقيقه ان احنا القطن المصري زي ما حضرتك ذكرت يعني الافضل حول العالم، ايه الميزه الثانيه اللي هتميزنا واحنا بندخل الاسواق العالميه؟ وطبعا العالم سابق بسنوات في هذا القطاع على الرغم من ان احنا كنا متميزين فيه بشكل كبير جدا. تمام يا فندم، هو حضرتك العالم كله 98% بيعتمد على قطن قصير التيلة. نعم. لكن احنا عندنا قطن طويل التيلة مميز. صحيح. احنا كنا بنصدر القطن ده شعر خام وبنصدره للدول دي بتصنع منه هي المنتجات دي وبترجع تديها لنا تاني وتصدر لاوروبا وامريكا. نعم. فاحنا ان شاء الله هنستفيد من المادة الخام اللي موجودة عندنا. ده الافضل عشان قيمة مضافة، كل ما تعظم القيمة المضافة من القطن للغاز للنسيج للصباغ لغاية الملابس الجاهزة بتتضاعف القيمة. نعم. أربع خمس مرات. نعم. شكرا. وبتشغل أعمالها. شكرا لحضرتك الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.